قال متحدث عسكري أمريكي إن مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية استهدفت في محاولة فاشلة لمهاجمتها بصاروخين من الحوثيين. استعادت قوات النظام السوري وحلفائه قريتين من المعارضة المسلحة في محافظة حماة غرب البلاد. أعلنت شبكة CNN الإخبارية فوز المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في المناظرة الثانية مع دونالد ترامب. قال الجيش التركي إن قوات الأمن قتلت 417 مسلحاً كردياً منذ أغسطس آب الماضي. اختار رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الجزائر كأول بلد يزوره بعد توليه المنصب لتحسين العلاقات بين الجارين. قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إطلاق اسم شيمون بيريز على مفاعل ديمون النووي. أعلن رئيس الوزراء الأثيوبي حالة الطوارئ لستة أشهر بعد الاحتجاجات التي أسفرت عن مئات القتلى. هنأ الشيخ عبدالله بن زايد أنطونيو غوتيريس رئيس الوزراء البرتغالي الأسبق على اختياره أميناً عاماً للأمم المتحدة. بدأت في العاصمة التايلاندية بانكوك أعمال مؤتمر القمة الثاني لحوار التعاون الآسيوي بمشاركة 33 دولة. وضع الشيخ محمد بن راشد حجر الأساس إذاناً ببدء الأعمال الإنشائية لأعلى برج في العالم بدبي. بعد استبداله في فرع سامسونج استيقظ مواطن أمريكي ليجد هاتفه جالكسي نوت 7 يحترق.